بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما هو معلوم إخوتي الكرام، أنا المسمى أمزار الحسن والمعروف لدى الجمهور الكروية بلقب السقمبح، وقد كنت سابقا قائدا لأحد مجموعات الإلتراس، كما أنني أيضا اشتهرت بتأليف أغانيها وبتأطير الجماهير داخل وخارج الملعب. وأنا اليوم إخوتي الكرام أمامكم لأعلن تبرؤي وتوبتي عن فكر الإلتراس وعن كل ما قمت به في الماضي، كما أعلن تبرؤي من الصفحات أو الحسابات المزيفة على الفيسبوك والتي تحمل لقب السقمبح، فأخوكم في الله ليس لديه أي حساب أو أي صفحة تحمل هذا اللقب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فكثيرا ما يتساءل الناس عن سبب ابتعادي عن الملاعب، ألا وهو لجوئي إلى الله سبحانه وتعالى وتمسكي بدينه العظيم. والتشبت بدين الله لا يعني التشدد أو ذلك الفكر الخارجي اللعين الذي يدعو إلى تفكيك الأمة وإلى الخروج على ولاة الأمور وإلى المظاهرات والثورات، والعياذ بالله من ذلك. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتبه وبعث رسله رحمة للعالمين، ومنهج أهل السنة والجماعة الذي هو الصراط المستقيم يدعو إلى توحيد الله عز وجل بالعبادة وأن لا يشرك به شيئا، وإلى اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، كما يدعو إلى التزام جماعة المسلمين وإمامهم. فاللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا الملك محمد السادس. وأخيرا إخوتي الكرام، أنصح نفسي وإياكم بقراءة كتب علماء السنة، ومن بينهم كتب الشيخ صالح بن العثيمين رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ محمد ساعد رسلان. فهؤلاء هم علماء السنة الذين يدعون إلى التوحيد ويحذرون من البدع وأهلها. وأخيرا إخوتي، أحببت أن أقول لكم كلمة أنصح فيها نفسي وإياكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وقد أعطانا السلاح الذي هو كتابه وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وحذرنا من العدو الذي هو الشيطان. يقول الله تعالى في كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلا تقعوا فريسة للشيطان إخوتي الكرام، والله يهدي السبيل وهو من وراء القصد. وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام.